بهدف يسعى مانشستر يونايتد إلى تكرار فوز الضيوف يحاولون استغلال حظوظهم لصنع المفاجأة في ملعب أولد ترافورد. المزيد في تقرير مراسلنا زياد منصور. هي 90 دقيقة أو أكثر قد تكون الفاصل بين تحويل موسم مانشستر يونايتد من موسم عادي وغير مرضي إلى موسم ناجح ويعد بمستقبل مشرق. تخطي يونايتد المتوقع لسيلتا فيغو في لقاء الإياب على ملعب أولد الفارق بين إنهاء الموسم في المركز الرابع أو الخامس أو السادس في الدوري هو التأهل لدوري الأبطال، لكنك لن تحقق لقبا أو هيبة أو أي شيء على الإطلاق. هناك فارق أن تلعب لتحقيق بطولة ولقب وأن تحصل على جائزة إضافية تتمثل في التأهل لدوري الأبطال. التبديلات التي أجراها مورينيو والأسلوب الذي لعب فيه الفريق في الخسارة أمام أرسنال كانت مؤشرات واضحة على أن تركيز الفريق انصب على جبهة واحدة، وعلى قدر ما يمثل ذلك مخاطرة فإن المنطق وراء ذلك كان واضحا للبرتغالي. لعبنا 17 مباراة في 7 أسابيع ولم نملك سوى 16 لاعبا، هذا يجعل المنافسة مستحيلة. هذه البطولة لم تكن رهانا بل قرارا بسيطا مبنيا على المنطق. لن يهم ما قد يحصل في النهاية، فنحن لن نشعر بالندم. نحن نقدم كل ما لدينا، سواء اللاعبين أو أنا أو أي أحد يعمل معنا. نحن نقدم كل ما نملك. يبقى الدوري الأوروبي البطولة الوحيدة التي تفتقدها خزائن مانشستر يونايتد، ورغم أهمية اللقب والبطولة الأوروبية، لكنه يبدو بأن النظر إليها هو كمجرد معبر لأرض الأحلام، دوري أبطال أوروبا. إن كنا بالقوة الكافية لأن نصل إلى النهائي والفوز والنجاح بالتأهل لدوري الأبطال، فإن هذا سيصل بنا للمسابقة التي نحلم باللعب فيها. لكن المهم حاليا أن نركز على الواقع الذي نجد أنفسنا فيه. من ناحيته فإن هذه قد تكون الليلة الأهم في تاريخ سيلتا فيغو، ورغم أن فرص الفريق تبدو ضئيلة إلا أن مدربه إدواردو بيريتسو قام بإراحة معظم لاعبيه في لقاء ملقا ليكونوا جاهزين للمهمة الصعبة على ملعب أولد ترافورد. تمثل هذه المواجهة مكافأة حقيقية لي وللاعبين للمجهود الكبير الذي قدمناه هذا الموسم، والفضل في ذلك للاعبين الرائعين الذين أدربهم، كما أن هذا اللقاء هو اختبار لنا في مرحلة رائعة أمام منافس متيش. ورغم أن جوزي مورينو لم ينجح بقيادة فرقه سوى لثلاث نهائيات من نصف النهائيات التسع التي قادها، إلا أن سجل يونايتد بعدم خسارة لقاء أوروبي فاز في مباراة الذهاب فيه يعني بأن طريق ستوكهولم يبدو معبدا. خطة واحدة تفصل مانشستر يونايتد عن الوصول لنهائي ستوكهولم وتحقيق لقب البطولة الوحيدة التي تنقص خزائنه. الجائزة الإضافية لتحقيق اللقب ستكون التأهل لدوري الأبطال الموسم القادم. زياد منصور، بي إن سبورتس، من داخل ملعب أولد ترافورد، مانشستر.